السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ام جي اوتو ريبير، اليوم حبيت ندير هذا الفيديو سبيسيالمون للناس اللي دافع على السراقين، لي خرطيسيان ماشي لي ميكانيسيان، لي خرطيسيان السراقين اللي كي تدي له عفسه يقول لك انا فيريفيت لك كذا 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 ويلحس لك دراهم ويطلقك تروح، من بعد كيطيح في واحد يخدم بالنية ويخدم بالصفة يبقى يحاسب فيه على 4 دورو. دوك هذا الكليون هذا كانت لابيدال طيح له، كي طيح له لابيدال عيط للخرطيسيان تاعو قال له شوف واش صرالي، قال له عمل لها لوكيد وجيبها عندي للوشا. فينالمون كي جابها قال له لازم تهبط البواطه باسكو عندك لابيتي، يعني اوفيسيال بلي لابيتي عندك عيان. سوا ديزون قال له ديمونطيتها لك وفيريفينا وصبنا بلي لابيدال مليحه، لابيتي مليحه، عاودنا رجعنا. قال له سيرمون مع مسخانه كي مشيت مسخانه بزاف هكا شي حاجه ديلاطات، راكم تعرفوا التفاسير التفاسير تاع واسمو تاع هذوك كهنه المعبد. المهم دوك هاد الباطانه بقيت نشوف فيها، والله ما قلت لمولاها بقيت نشوف فيها ونميز اسكو الباطه هذه ديمونطيت ولا ما ديمونطيتش. صدقوني بالله غير البولونات غير مازال فيهم، هذه الطوموبيل هذه ماشيه 190000 مازالها جديده، وهذه الحكايه اللي نحكي لكم فيها ما عندهاش بزاف، عندها يا ربي شهر. شوفوا كاين واحد البولونات اللي مازال فيهم مازال فيهم واش يسموه لاغريس فوق كيما هذا، هذا اسكو تحل فيه طاح فيه المفتاح والو. شوف كيما الكابتور هاوليك باقي جديد، كيما لاطراس وين لي طونشيتي وين بين 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 البواطه والموتور مازالت بالغبار تاعها، يعني هذا ما حط يده وما خلط فيها ما ديسيرا بولونات هذيك، يعني كيف هذا طلع عليها بالكاميرا ولا كيفاش. المهم هذا الفيديو درته للناس اللي يدافعوا على السراقين ويقول لك استر استر ما استر الله، هذه سرقه ما لازمش نستروها، لازم تفهموا بين واحد خدم وما نجحتش خدمته وواحد ما خدمش كاع ويخلص عليك مليح يجعدك مليح ويطلقك وتروح فرحان، ها هو المشكل. ومن بعد كيطيح في واحد يخدم لك بالنيه ويدوموندي حقه يبداو يقولوا عليه سارق. دوكا هذه هي، هذا هو صدقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق الامين يصدق الكاذب ويخون الامين ويصدق الخائن، هذه هي. دوكا هذا خلى لك امانه لازم تراعيها وتواسيها. هذا واش حبينا ندير لكم فيديو، هذا مهم راح نبدلو له ان شاء الله هذا ليميتر باسكو هو اللي كان يدير له المشكل. وكاينه عفسه واحده اخرى برك ننبهكم عليها اللي هي الجوان تاع البوشون، دي فوا يدير المشاكل، دي فوا يدير المشاكل، دي فوا تهبط لابيدال سورتو كي تكثر عليها لومبرياج تهبط لابيدال وتطول باش تطلع. كون تخليها هاكا نقولوا الاري قاعده تخليها مده معينه تعاود تسيب لابيدال طلعت وحده. هذا واش حبينا ندير لكم اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيما يخص ليكيد هذا تاع سائل الفرامل تستينا، دوكا جبنا قرعه اللي مبينكم في الماركه تاعها، تستيناها صبناها بلي عيان، عاودنا قلنا له روح جيب لنا كاريتي اللي نعرفوها حنايا نثقوا فيها حنايا. هذا مكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.